مصطفى ستار ممثل ومخرج مقاطع كوميدية، ضيف الآخر في برنامج شباب وبنات هذا اليوم. الله والخير. الله والخير. شلونك مصطفى؟ الله يسلمك. شلونك؟ زين الحمد لله. زين. شكلك هندي شاروخان. اي والله يساعد ان تكون ممثل يعني كوميديا اكشن ممكن؟ ممكن. ايه لان اصلا لاعب فنون قتالية. اها ما شاء الله، يعني تمتلك اكثر من موهبة. بالضبط. زين خلينا نتعرف عليك مصطفى بصورة عامة على السي في الخاص بيك، حدثنا عن عمرك وين تشتغل بأي مرحلة، شو كتبت بهذه الموهبة؟ اسمي مصطفى ستار، شعبي عراقي بسيط جدا. عبالي هندي. هو العصير هندي من نويج. طيب. حبيت التمثيل من أنا صغير، فقررت أنه أفتح قناة على اليوتيوب. وفجأة يعني بديتها ببساطة، بديناها بموبايل لحد ما وصلنا للكاميرا. وبعدها اخذت قبل يعني لا توصل للكاميرا. انت طالب حاليا؟ انا مو طالب، انا اصلا خريج ابتدائيه. حلو. بس هسه وصلت المرحله سويت محاضرات قدام طلاب فنون جميله دزوا عليها. تعرف؟ حلو. تعرف تقرا وتكتب انت؟ بالضبط. حلو. اكمل. اي فوصلنا يعني حتى القناه يعني هسه راح تقريبا راح توصل 1,000,000 مشترك ما شاء الله. اي فمشاهدتي هسه حاليا على اليوتيوب 200,000,000 مشاهده. 200,000,000 المجموع مال الفيديوهات. حلو. اي يعني كل فيديو يطلع بال 5-6. زين. اي بالضبط. زين. واخذت شهرتها قدام العالم هسه، مثل لا نطلع بالشارع. حلو. عوائل توقفنا. بنات شباب. التقنيه اللي انت تشتغل بيها شلون تكون؟ الاليات، المعدات اللي تمتلكها شنو؟ ما عندي اي معدات، انا بسيطه جدا، هي اللي هي بس الكاميرا. كاميرا حديثه عندك؟ هسه وصلت تقريبا مو نقول احترافيه وانما الكانون. كانت بدايتك بمن؟ بالموبايل. بالموبايل. حلو. مونتاج؟ مونتاج انا اللي تعلمت، اكو مواقع تلقيه. زين. اليوتيوب موجود. تعلمت المونتاج برنامج ادوب بريمير، احتراف يشتغلون عليه هسه موجود هنا، يعني افلام اجنبيه ولا. تعلمت الحمد لله والشكر، وطريقه التصوير انا ما عندي مصور، بس انا اللي علمته. اها. اي بالضبط. فهو قام يعني الولد يشتغل وياه خلال هاي السنه كامله. يعني اكو كادر وياك بالعمل؟ بس واحد يعني تلقيه. بس واحد يعني. مرات يعني جماعه الشخصيات اللي احتاجها اني مثل اطلب من عندهم يجون يصورون وياه. كم مقطع لحد هسه صورته؟ تقريبا 90. 90 مقطع؟ 90. طيب احكي لي على الافكار اللي اختاريتها بهذه المقاطع، شلون تكون؟ ناخذها من الواقع. ابرز المقاطع. عندك طالب المدرسه هسه الاغلبيه الطلاب يعني هسه من تجد قاعده الصبح امه راح يطلع له عذر بانه هو ما يقدر يروح للمدرسه ومريضه ومن هالسوالف. زين. فقال له راح اروح اقعد ابوك. ومن راح اقعد ابوك وبعد يتصرف وياك. طيب. فيجي ابوه يحاكي يقول له ابني قوم روح للمدرسه مالتك. يقول له انا ما اقدر مريض من هاي السوالف. يقول له هاي السوالف ترى احنا نعرفها كانت قديمه احنا نسويها. زين. هاي مالاتنا بطلها. اي بطلها من الاخير. فهو هنا الاب شو راح يسوي؟ هذا راح يصير انه مريض، هو كذاب مو مريض. فهنا الاب شو راح يسوي؟ راح يستخدم القوه. زين. فجاه جاب العوده توثيه كسرها عليه. زين. اجى ثاني يوم لما راد يقعد ابنه لقى ابنه مبدل وراح للمدرسه. الله. والله هذا واحد من المقاطع. بالضبط. زين هذا شلون استوعب للجمهور مثلا؟ شلون تابعه؟ شلون تقبله؟ اتقبله. هو شوف انا مو اشرها دائما، يدرون بينا احنا على البساطه، وافكار تجي من الواقع. زين. يعني اشياء الاغلبيه صايره بيهم. اها. اي بالضبط. طيب بعدها؟ بعدها يعني افلام؟ المقاطع الاخرى. المقاطع الاخرى عندك هسه هم عندهم الحلاق اللي وصل 8,000,000 مشاهده. زين. انه انا اشتغل يعني ايش قد هاي الفتره 8,000,000 مشاهده؟ تقريبا نشر يعني كم شهر؟ تقريبا 4 أشهر 5. 8,000,000. 8,000,000. زين هذا شنو المقطع؟ هذا مال الحلاق اللي انا اشتغل حلاق يعني حلاق؟ لا مو حلاق بس يعني بالفيلم. زين. اي اشتغل ويا شخص يعني هو يمتلك محل. وهنا راح انا مبتدئ. زين. فيقول لي انا رايح بشغله. زين. وارجع لك. حلو. من راح يروح راح يجيني رجال جايب ابنه. اللي ابنه صغير يعني. طيب. يريد زيارة مال المدرسة. فجأة أنا إنه أشغل يعني راح لأبو المحل. يعني بقيت بس أنا بعد، فلازم أنا اللي أزينه. فبهاي الحالة أنا سويت يعني زينته طبرته وشلت شعره شلته من النص. سويت له من هنا زين جزء وسطية. وبهاي الحالة سويت إنه بعد ما أقدر، هو كان لابس كلاو وأبوه. طيب. راح يعني أبوه. طيب. قال ساعة وأرجع لك. زين. بقى بس هو أنا طبرته. الولد يعني انتهى من الاخير يعني. طيب من خلال هاي ال 200,000,000 مشاهده. ايه.
على صفحتك باليوتيوب وعلى أعمالك اللي قمت بها لوحدك، ماكو أحد حاول إنه يكتشفك وإنه يقول لك يا بتعال اشتغل وياي من دارة سينما والمسرح من وزارة الثقافة؟ يعني ما جاك عرض معين؟ أجا العرض بالضبط. جاك؟ أجانا عرض مسرحي. زين. وحالياً إحنا جاي ناخذ بروفة عليه. و اي وطبعا عنوان المسرحيه امير الزواحف شخصيه رئيسيه. منين جهه معينه منين جتك؟ جتني من مسرح الطليعه. اها اي من تواصلوا لك عبر مواقع الاستاذ سعدي عربي والدكتور نبيل. حلو زين، اكو مردود مالي يجيك من اليوتيوب او المشاهدات؟ هو انا حاليا شوف انا قناه مالتي تحقيق الدخل مالتها معطل، يعني ما مستفاد منها شيء. المفروض انا المليون مشاهده اخذ على 8 ورقات. زين ليش ما تاخذ؟ هنا بهاي الحاله معطل. ليش معطل؟ معطل لان صارت شغله انا سويتها ما عرفت اتصرف بها فتعطل تحقيق الدخل من ما تقدر انه تعيده فسويته بهاي الحاله على مود اقدر اجذب منها فلوس. قلت اسوي اعلانات للقنوات الصغيره اللي اوصلهم عدد اكبر من المشتركين، وفعلا هذا اللي صار لسنه فاتحه تلقى 10000 مشترك باعلان واحد، انا اقدر اطبه 10000. طيب ماكو يا انت شاب موهوب وتمتلك مواهب كثيره ما شاء الله، مخرج ومصور وفنون قتالية، شنك هندي، شعرك طويل، أسمراني، حلو. نرجع إلى مقاطعك على اليوتيوب، ذكرت إنه أنت تستفاد منها بالإعلانات هي القصيرة أنه تروج بالضبط. هذه الشبكة أو هذه القناة هي مؤمنة، أنت مؤمنها بالضبط أنه معرضة واسر عقبة للهكر أنه راح؟ لا مو أنا أمن، كانت عندي شوية يعني شلون تقول معلومات عن الهكر فأقدر أحميها. حاميها يعني بصراحة عامة حاميها. خليت اكو بس جوجل يعني مسوي تحديث جديد مال التحقق بخطوتين. زين يعني مستحيل واحد يقدر يخترقك حتى اذا عدل الباسورد انت منها برقم. فكره المقاطع الكوميديه شيء كلش حلو. ما يعني بالضبط. بعض الاحيان يمكن شباب قاعدين بنات ايضا انه يتسلون على اليوتيوب ويشوفون مقاطع مضحكه تكون من ارض الواقع او تكون قصص واقعيه. اليوم اكو اشياء توعويه يستفاد منها الشباب، خصوصا اللي ما يتابع التلفزيون يتابع على اليوتيوب مقاطع توعويه. من الممكن انه انت تصنع مقاطع قصيره تكون بها رساله توعويه للمجتمع بصوره عامه. بالضبط انا عندي هيك فكره، عندي هواي افكاراني يعني مو بس تكون كوميديه وانما هادفه بنفس الوقت توعيه الشباب. عندي يعني هواي قصص، عندي افلام راح نبلش بها ان شاء الله. عن بعدك ما مصور؟ بعدنا ما مصورها، بس اللي انت تدري انا ما اقدر اطلع يعني خارج. يعني مرات بعض الشباب مع كل الاسف بعض القنوات على اليوتيوب، بعض المواقع على الفيسبوك وعلى الانستغرام مع كل الاسف يعني يشوف الفضيحه ياخذوها ب صدر اوسع. ليش؟ بالضبط. حتى يكسبون المتابعه التعليقات حتى طبعا اي يعني اليوم انتم الصفحات الاكبر تقع على عاتقكم مسؤوليه كبرى بمواجهه المشاكل او التصرفات او السلوكيات السيئه اللي يمكن راح توصل للوطن العربي. بالضبط. سلوكيات عراقيه، عادات وتقاليد الشباب والبنات. اليوم شلون تكون لكم انتم اصحاب المواقع اللي تمتلكون نسبه مشاهده كلش كبيره ومتابعه كلش كبيره، شلون تقدرون تقضون على هذه الصفحات اللي تروج للاشياء السلبيه او تروج الفضائح؟ احنا وش يعني مبتعدين عن الفضائح مال، احنا ما نتدخل بهاي السوالف، احنا اطارنا واحد يبقى كوميدي. صح. بس نقدر ننتقدهم وانا انتقدتهم بلعبه مريم. هذا اللي اقول لك عليه انتقاد. بالضبط. قبل فتره نزلت لعبه مريم. زين لعبه مريم خوفت يعني حتى الجهال والبنات ولا اخذوها يعني في شيء كبير، هو في شيء يعني لا شيء. نزلت عليها انه مقطع كوميدي وبالاخير انتقدت انه قلت لهم مو من اجل المشاهدات تنزلون اللعبه تبدون تخوفون الجهال، هذا شيء غلط. زين يعني من اجل المشاهدات هذا تلقاه يسوي كل شيء، تلقاه مثل صوره مصغره ما لها علاقه بالفيديو خالها تلقاه. زين بالواسطه مصطفى تحتاج استوديو او عندك استوديو؟ تمتلك استوديو للتصوير؟ انا ما احتاج استوديو، لان اما التصوير مالتي يكون بالبيت او اما يكون خارج. يعني عندك لوكيشن خاص في البيت؟ بصراحه انا اصلا شوف احنا يعني شلون تقول بيتنا يعني صغير فما اقدر اصور. زين. فالحمد لله كان عندي طموح اخذ قطعه بصفنا والحمد لله والشكر يعني صبرت سنه سنتين اشتريت هاي القطعه وبنيت لي بيت وحدي بصف اهلي. اي والحمد لله والشكر. متزوج؟ لا ما متزوج، ما افكر بعد. فاشتريت يعني تحب؟ لا بعد خلي تفكر هاي الباو عليها تقريبا يا احب بنت بوحدك ها؟ لا صدق؟ سؤال محرج. تحب لو ما تحب؟ بعدني تقريبا احب. ايش فيك خفت؟ لا خاب تكذب على وين قال احبك؟ راح القى القناه مصفره مالتك اليوتيوب تقول لهم انه انا احب؟ اي فاشتريت يعني تحب له ولا؟ اي تحب كم وحده؟ ولا وحده. زين انت شنو شغلك صدق؟ والله انا بصراحه يعني سايق مخده بالبيت يعني قاعد
هو هاي يعني الحمد لله وشكرا محصل. شلون اشتريت قاع؟ ها؟ يعني ساك مخدر السرقاء؟ لا شوف صراحة غير أقول لك هاي إنه أنا ما خلي الشغلة ما اشتغلتها لا من البلدية ولا من العمالة ولا من كله حد ما وصلت إنه أريد أشتري كاميرا وأنا أريد أبين للناس وصلت لهذا الحد تعبت على نفسي حتى كنت أشتغل شفتين عمالة اشتريت لك قطعة قاع؟ الحمد لله واشتريت بس اشتريت حتى سيارة اشتريت الحمد لله وشكرا. الله يوفقك مصطفى. زين بالمستقبل شنو نفكر شنو يصير؟ ممثل اوصل للعالم. شوف انا جتني فكره قبل فتره بس شوي تراجعت انا قلت خلني شوي اصبر بعد حد ما اوصل ببلدي انه اسافر امريكا واوصل هوليوود لان هناك يحترمون هوليوود. اي يحترمون اليوتيوبر هناك عندهم شيء كبير انه ممكن انا شمار سمعت مخرجه من الهند عن طريق ولد صاحبي تقول هذا الشخص لوحدني حتى هو شاروخان يطلعونه. حلو مصطفى ستار شاروخان شكرا لك وعلى وجودك في برنامج شباب بنات حمالة كل التوفيق يا رب نشوفك في هوليوود بعد 10 سنين اقل شيء لو اكثر. لا 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 هواي 10 سنين 5 سنين ان شاء الله يا رب نشوفك بعد 5 سنين ممثل عربي على اقل تقدير. نتمنى لك كل التوفيق. تسلم يا غالي شرفتنا باللقاء. فاصل مشاهدين وراجعين خليك معنا.